تتخدع في المونتاج لو انت عملتهم في الريل الجاي بتاعك على انستجرام او الفيسبوك او على تيك توك، هينقل الفيديو بتاعك لمستوى تاني خالص ويبقى احسن 100 مرة من الاول. اول خدعة الورقة اللي بتتفتح زي ما انت شايف قدامك، تاني خدعة وهي شريط الورقة اللي بيفصلك عن حاجة تانية، ودي بتبقى حلوة جدا في الريلز والانستجرام والكلام ده، وتالت خدعة بتبقى برضو جاية معاها وهي انك تعزل نفسك وتخلي فيه عناصر او ليرنج وراك في الخلفية وتخلي فيه حاجات انيميشن والكلام دوت، وده هو السر اللي ينقل مستوى المونتاج بتاعك لمستوى تاني خالص. فتعالى بينا على برنامج نشوف المرة 13 اقولك ازاي تقدر تعمل التلات خدع دول بسهولة جدا. ماشي، ازاي نقدر نعمل الافكت بتاع الورق بالشكل ده ونخليه يبقى يلوب ويقفل ويفتح والدنيا دي كلها؟ طريقة سهلة جدا وبسيطة فوق ما تتخيل اصلا. اول حاجة انت هتحتاج صورة الحاجة اللي انت عايز تعملها. هنقول مثلا هنجيب صورة الكاميرا دي، انا كاتب سوني صورة كاميرا من جاهزة وكل حاجة. اول حاجة هنعملها ان احنا نسحب الصورة دي نحطها فوق هنا كتاني لير. اول لير هتحتاج صورة سادة اي لون، ممكن تيجي هنا اصلا وتجيب library وتجيب صورة color من الحاجات اللي هنا هوت، مثلا هو اصلا نفس اللون دوت اللي هو اللون ده لون اورنج، او اللون الاورنج ده هات اللون الاورنج اللي هو السادة ده، وهنسحبه ونحطه تحت صورة الكاميرا بالشكل ده. طبعا هتلاقي احجام مش متظبطة خالص، لكن ده عادي هنظبطه دلوقتي. بعد كده هتحتاج الايفكت اللي انا هسيب لك الرابط بتاعه في صندوق الوصف اللي هو ده او اللي هو ده، اي ايفكت فيهم انا شايف ان ده احسن واحد صراحة يعني، فنحط ده فوق ده بالشكل ده. بعد كده هتحتاج صورة كمان من ده بس لونها اسود، فاللي احنا هنعمله ان احنا نعمل كوبي لده وهنرفعها لفوق كده اهو، وهتبقى معانا بالشكل ده الاتنين فوق بعض. انا عارف هنصغر بقى، نحدد الاتنين دول ونصغرهم مع بعض عشان يبقى الاتنين لازم يبقى نفس الحجم بالظبط، هنخليها بالشكل ده هنا لان كده كده ده هتبقى حاجات صغيرة ونكبرها بعدين مش مشكلة. اللي احنا هنعمله بقى هنا هو ان احنا لازم نحدد نعمل كمان لير من دوت نرفع دي فوق، ونحدد اللون الاورنج ده نسحبه لفوق هنا ونخليه كده الاتنين دول بس فوق بعض كده. هنختار اللير اللي فوق خالص، هنيجي عند الكيرف هنا وهنختار البوينت اللي فوق خالص دي، هنعملها كده نخلي دي زرقاء خالص زرقاء بس، وبعد كده هنحدد الاتنين دول ونعمل كومباوند كليب، كريت كومباوند كليب هنسميها مثلا سوني بي ان جي عشان احنا عايزين صوره بي ان جي ساده للكلام ده. هنعمل بعد كده نحدد ده ونعمل عند الفيديو اي اي تولز كروما كي ونختار اللون الازرق عشان تبقى ساده كده، احنا هتحس ان احنا ما عملناش حاجه، ده عادي هتفهم دلوقتي احنا بنعمل ايه. هتيجي عند اللون الاحمر بقى هنا اللي هو اللون الاحمر بتاع بتاع ديت اللي هو اللير دي لوحدها نفس الشيء، وهنشيل اللون الاحمر. لكن قبل ما احنا نشيله بس ونعمل الحركه دي، لازم تخلي اللون الاحمر ده عشان ما يبوظلكش الدنيا بينك، ونزوده كده اهو بالشكل ده بينك فاتح كده وفاقع. وبعد كده هنيجي عند الفيديو اي تول كروما كي تشغلها ونعمل على اللون البينك، وبكده بقى عندنا الايفكت شبه جاهز. يعني الايفكت كده شبه جاهز، ناقص ان احنا نحدد كل دول. هنعمل كليك يمين ولكن الطول بتاعها طويل جدا، فهنختار مثلا مدة كويسة كده نحدد كل دول ونمسح الحاجات الزيادة. بعد كده نحدد الأربعة دول ونعمل create compound clip المرة الثالثة، هنسميه رقم 3 عشان ده الثالث، وهنعمل لآخر مرة أو لثالث مرة الكروما كي ونشيل اللون الأورنج وبس كده. بقى معانا كده الإيفكت جاهز بتاع الورقة زي ما انت شايف بالشكل ده. اهم حاجة لون الخلفية اللي انت تختاره او اللي انت تحطه في الاول خالص ما يبقاش موجود في المنتج اللي انت بتستخدمه، زي مثلا الكاميرا او اي حاجة من الكلام ده. بعد كده تك كليك يمين وتسيفها as compound clip، وده هتسمى رقم 3، انا عامل منها كذا حاجة. وبعد كده كل عليك هتعمله انك انت هتسحبها وتحطها هنا، هتبقى بخلفية باللون الاورنج، اعمل عليها دبل كليك هتفتح لك الكومباوند كليب كده اهو. هتيجي هنا تاني دبل كليك تكبرها، عندك صورة الكاميرا مثلا هنبدلها بأي حاجة تانية، تفضل ضغط على زرار الالت وتسحبها مكان البتاع دوت، وهتبقى معاك بالشكل ده، هيبقى لونها بالشكل اللي انت شايفه دلوقتي ده. هي في عربية دلوقتي هنسحبها ونحطها ديت هنا برضو، وهتبقى معاك بقى بالشكل ده من سادة لكده. لما تطلع بقى بره خالص
تبقى معاك بالشكل ده. طبعا ما تنساش انك انت لازم تشيل اللون الاورنج، فتبقى معاك بالشكل ده. بالحركة دي بتكبر كعربية عادي جدا من غير اي مشاكل. اهو بص بتكبر معاك عربية ورق. بحثت انا برضو على ستوك ميديا، على بيكسباي، على موشن جرافيك، جبت ورق موشن جرافيك والكلام ده، ده ممكن نستخدمه. بتتحرك اهوت وشكلها زي الفل، احسن من الورق ديت. وهي جوه البرنامج ذات نفسه نسحبها ونحطها فوق الفيديو بتاعنا بالشكل ده، نكبرها شويه كده مثلا ونحطها بالظبط يعني في الجزء ده. ممكن ننزل برضو الفيديو المشهد بتاعنا بالشكل ده، يبقى ينزل تحت هنا هنا مثلا، يبقى النص والنص. ونجيب الورقه المقصوصه دي نحطها فوق كل ده، ممكن نكبرها طبعا زي ما احنا عايزين طول المشهد كده، ونخلي دي هنا اهو بالشكل ده. احنا جينا في اول الفريم مثلا وانا بتكلم مثلا، هنمشي 8 مثلا فريمات بالشكل ده كده، وهنخلي ده في النص هنا. بعد كده بقى نحدد كل ده وهنعمل كي فريم لكله، يعني كله حرفين اتعمل له كي فريم في نفس النقطة بالظبط. هنيجي بقى لفوق هنا، هنطلع او هنسحب، نتحكم في كل ده بالشكل ده كلهم مرة واحدة. هنسحب فوق كده، الفيديو بتاعي بقى بره المشهد بالشكل ده، وهعمل كي فريم كمان، ولكن الكي فريم دي هتبقى هنا للتلاتة دول بس، لان دوت بره المشهد، وهنعمل الكي فريم دي هنا. بالنسبة للعربية فنخليها زي ما هي، مش مشكلة هتظهر بعدين. ولما نيجي نشتغل هتلاقي كل حاجة بتنزل وبيبقى فيها انيميشن بس. فوت كده بالشكل ده. طب لو انا عايز ابقى انا فوق شوية، او انا بقى مقصوص مثلا والخلفية، ده الافكت التاني، ده الافكت التالت بقى لو الخلفية عايزة تبقى مقصوصة. بكل بساطة وانا بعمل نفس الحركة دي هنا، هنيجي هنا انا بدل ما ننزل تحت خالص كده، انا افضل فوق شوية بالشكل ده. اللي انا هعمله بقى ان انا هرفع نفسي لفوق، افضل ضغط على الالت واسحب المقطع بتاعي لفوق خالص فوق كل حاجة، واجي عند الجزء اللي انا المفروض ابقى ظاهر فيه، هقص اللي قبل كده. اللي انا هعمله ان افضل اضغط ضغطة واحدة، هاجي عند الاي اي تولز وهاجي عند الاي اي بورتريت، وبكده هتلاقيني ان انا اتقصيت وبقت الخلفية تمام. تعالى بقى كده نشوف احنا عملنا ايه. وادي الشكل اللي احنا عملناه، الخلفية مقصوصة، كل حاجة تمام، وكل الكلام دوت. وكده خلصنا التلات افكتات الجامدين جدا على برنامج وندشر في المورا 13 في اقل من 10 دقائق 5 دقائق. وبس كده، هو ده فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبك. لو عجبك تشير، تعمل لايك على الفيديو، تشترك في القناه مش مشترك، تعمل شير لكل اصحابك. حمد برنامج وندشر في المورا من الرابط في صندوق الوصف، واشوفك الفيديو الجاي. سلام.